أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نتابع مع الجمال وأهمية الطلة الجميلة في حياة كل سيدة عربية سواء كانوا عاملات أو ربات منزل. طبعا أفضل من يكلمنا عنها خبيرة المكياج الإماراتية عافية خالد. أهلا فيك يا عافية. أهلا فيك حبيبتي عافية. بداية خبرينا عن انتقالك من مجال المال إلى مجال الأزياء، عفوا مجال المكياج. أول شيء شكرا على الاستضافة. أهلا فيك. مجال المال أنا بعدني موجودة في المصارف، أشتغل في بنوك أكثر من 15 سنة. درست في الجامعة المال، بس حسيت بعد أن في شيء ناقصني وشغفي المكياج، يعني من صغري معروف أني أحب المكياج، فقلت ليش لا أتخصص أكثر. أنا كنت أسوي كموهبة يعني كهواية، فقلت أتخصص وأدرسه وأشتغل أحترف فيه يعني أكثر. من أي عمر بديتي؟ الميك اب من صغري، بس بديت اشتغل على ناس تقريبا بين 15 16. ما شاء الله. طيب هو حلو ان الميك اب يمكن تستمتعين فيه اكثر من المال، ولا حتى المال تستمتعين فيه؟ لا ممل شويه، بس ميك اب ميك اب. بس حلو ان الواحد يشوف له شيء يستمتع فيه وياخذه على انه مهنه. ايوه. طيب كمان عافيه التحقت بمعهد فرنسي عالمي، لو تحكين عن هالتجربه. هالمعهد أنا التحقت فيه لأن يوم بديت أشتغل، أنا بديت أشتغل على أقاربي وأصدقاء العائلة، ففي تعليقات إن ليش يعني ليش هي درست، فأنا قلت ليش لا، أصلا أنا عندي الموهبة بس خليني إني أطور من نفسي وأدرسها. فبالعكس المعهد وايد أضاف لي، درست تقريبا 5 إلى 6 شهور ودرست البيسك يعني من أنواع البشرة لأنواع الوجه والعيون وكيف نشتغل على كل. يعني تنصحين اللي عندها موهبة تحب المكياج إن هي تدرسه؟ أكيد. طيب. لأن الموهبة مع الدراسة راح تعطي نتائج أحسن أفضل. ممتاز. طيب عافية، سمعت إن أنت كمان مش في الميك اب أو المكياج، كمان دخلتي مجال الأزياء أساس تطلعي طلة متكاملة، لو تخبرينا عنها. أوكي، ما هو المكياج والأزياء هذا كله متداخل، يعني كله فن. والمكياج ان احب انا نفس الشيء، من صغري كنت ارسم بس ما تخصصت فيه، ما احب وايد الخياطه والقطع. اوكي. بس انا اساعد المراه انها مثلا شو نوعيه المناسبه، كيف تطلع باحسن طله، شو المكياج المناسب لطلتها يعني. ممتاز. طيب عافية، انا مره متحمسه اشوف المكياج تبعك، وعندنا موديل في الاستوديو اليوم، لو تقدري نبدا نحط لها الميك اب. اكيد. يلا تفضلي. ايش نوع المكياج عافيه اللي ودك تطبقيه على الموديل؟ اليوم بنسوي مكياج صيفي، مكياج بسيط شوي. هي بشرتها ما شاء الله ما يبالها، ما عندها عيوب وايد، فراح نحط لها فونديشن بس خفيف ونشتغل شوي خفيفه لعيونها بس نبرز جمالها. انا دوم اقول المكياج عباره عن ابراز الجمال وتغطيه العيوب اكثر ما هو انها تصبغ يعني، فبنسوي طله بسيطه. ممتاز. على طار العيوب، ايش عندك نصائح يوميه للمظهر ان المراه تهتم في بشرتها تخليها باحلى حله؟ يعني المكياج ممكن ما يكون كافي، صح ولا لا؟ اهم شيء المكياج، قبل ما نحصل مكياج رائع نبدا بالتنظيف، تنظيف البشره، استخدام الكريمات الصح للبشره تعطينا نضاره، فاذا البشره نظيفه راح يعطينا شغل نظيف. ايش هي افضل طريقه انها تنظف بشرتها؟ طبعا قبل النوم هذا اكيد لازم تزيل المكياج، صح؟ هذا عيب شرعي عند البنات انهم ما يشيلون المكياج قبل النوم، ينامون مع مكياجهم. قبل النوم نشيل المكياج، وبعدين في كريمات ازاله المكياج، في نستخدم تونيك، تونيك اللي هو تشيل كل الشوائب، وبعدين كريمات الليل، نستخدم كريمات الليل بس بشره تكون اوكي. والصباح طبعا نفس الشيء، ننظف الوجه ونستخدم كريمات تنظيف مع التونيك. ممتاز. قبل وضع المكياج. عافية، انت الحين قاعدة تحطين الفاونديشن كريم الاساس. شوف انا قاعدة احط بطريقة وايد بسيطة، حتى ما حطيت وايد الكمية، يمكن بس مرتين 2 دروبس اخذت، قاعدة اوزع على بشرتها، مثل ما قلتي بشرتها نظيفة ما شاء الله. بس هذا المكياج راح يكون لطلعه يوميه، مكياج وسمبل طلعه يوميه، عشان الحين الصيف اكثر الحريم اصلا ما يتحملون الفاونديشن عليهم. عافيه، لاحظت ان في ناس لما تجي تحط الفاونديشن تحط اكثر من لون،
ما تدمجهم، مثلا تحط على مناطق فاونديشن غامق، مناطق فاتحة. ليش يستخدمون هالطريقة؟ اوكي، الحين داخلين الناس موضوع الكونتورينج. كونتورينج صح. موضوع الكونتورينج يعني هذا بيسك في المكياج. الكونتورينج هو شو يسوي؟ يعدل الوجه، لان الوجه احنا عندنا راوند، عندنا هارت، عندنا تريانجل، فذا بيرفكت شيب از اوفال. فنستخدم الالوان الغامقه عشان نعدل ذا فيس شيب. فاهم شيء اللي هو البلندنج، مثل ما قلت انهم يستخدمون الالوان الغامقه بس ما يسوون بلندنج. الدمج، هي عمليه الدمج هاي وايد مهمه. هل لكل وجه شكل وجه له كونتورينج خاص ولا؟ لكل شكل وجه كونتورينج خاص. يعني الناس الحين طالعين ان كل واحدة مغمض، هو على حسب الوجه شو يحتاج. اذا تري انجل مثلا، اكثر شيء تغمج من فوق وتفتح من تحت عشان يعطيها الاوفل. واذا سكوير من فوق ومن تحت نغمج. اوكي. نقدر نطبق الكونتورينج على العارضة نشوف كيف؟ اكيد. انا صراحة انا واحدة منهم ما اعرف كيف اعمل الكونتورينج. اكيد. مع ان كثير يعمل تغيير في الشكل. كثير. عندك يعني كمان الحواجب، الحواجب طايحين فيها، البنات كثير مهتمين فيها الفترة هذه. الحواجب الحين شوي يعني صار موضة هاي التحديد وايد قديمة، الحين صاير أكثر it's more natural. فالحين مثلا هي عادة احنا نفتح المنطقة، لأن هني أكثر شيء تكون في حالات سوداء. عافية، في أكثر من نوع من كونسيلر للهالات السوداء صح؟ فيه الكريمي وفيه الجامد. للوحدة اللي عندها هالات سوداء شديدة تبغى تخفيها، إيش أفضل نوع تستخدمه؟ أوكي، هذا عندنا كوركتر، في كوركتر اللي هو أول شيء نحدد اللون البشرة، الحالات السوداء، وبعدين كريم أساس، وبعدين نحط الكونسيلر الهايلايتر، وما يكون وايد فاتح، لأنه إذا وايد الدرجة بفرق يعطي اللون غري، تحول رمادي أو يكون وايد أبيض. أفضل طريقة؟ أفضل طريقة نفتح شوي، بس أول شيء نوحد اللون، وبعدين نفتح شوي درجة اللون، وبعدين فوق الفاونديشن مع الباودر. ممتاز. يعني شوف مثلا الحين أنا حاطة هذا كونسيلر، بس ماشي وايد فرق، يعني مو مبين فرق إنه وايد أفتح عن درجة بشرتها. طريقة تطبيق الكونسيلر كمان تعمل فرق، لأن لاحظت إنك قاعدة تحطي كمان من تحت، في ناس تحط بس تحت العين بشكل بسيط. فهل يعمل فرق؟ يعمل فرق. أنا أحب أغطي لين هني، لأن أكثر شيء الهالات السوداء تنزل تكون نازلة لين هني. ويوم نحط الفونديشن ما نجلس نصبغ. يعني شوفي أنا أسوي كذي، اللي هي هاي طريقة يسمون هي تابينج، لأن البشرة تمتص. فكل ما تمتص كل ما يكون ناتشرال أكثر. أوكي. يعني الطبطبة أفضل من أنك تمسحيها بالفرشة. أيوة الطبطبة. الحين مثلا هي ما يحتاج وايد كونتورينج، بس عشان أراويج مثلا الطريقة، الحين هي وجهها شوي على سكوير. أوكي، فإحنا بنغمق هالمنطقة شوي. هني ما يبالا، هني يبالا نفتح أكثر. شوي بنغمق هني وهني. العارضة عشان جبهتها صغيرة، بس اللي جبهتها كبيرة تحط كونتورينج؟ اللي جبهتها كبيرة، إذا واحدة جبهتها كبيرة تغمق من هني من هني. أوكي. ونفتح في النص. فهني مثلا بنغمق هني شوي هالمنطقة. هني شوية. عشان نعطي الأوفل شيب. إحنا دوم يوم نشوف الوجه نتخيل الأوفل، كيف نقدر نوصل للأوفل شيب. وطبعا الخشم، مو كل انواع الخشم نفس الكونتورينج، على حسب طول الخشم، على حسب عرض الخشم. هني مثلا شويه هي عندها عظمه طالعه، فمثلا مكان العظمه نقدر شوي نغمجه بالغامق، والثاني نفتح. يعني في ناس صار كل التحديد على الهواء، ممكن الموديل او المراه ما تحتاج مثلا هالتحديد. هي فنشوف. عافية. احنا راح نرجع لك. أوكي. لكن بعد الفاصل. اوكي. في سيدتي بعد الفاصل، أمراض تقتل المرأة بصمت في سن الأربعين.